99، وهذا كله نجاح جماعي لكم جميعا. فالوزارة سمعت قبيلة على أنه تطلب باش يكون واحد تعديل الموارد البشرية. في الحقيقة احنا متفقين، لكن نقطع فوق استثناءات الإكراهات التي تعيشها الوزارة المالية والضغوط. المسألة ديال القانون الأساسي راه حضر الوزارة اللي تبعها، ولكن مازال ما كاينش شي مستجد اللي نقدر نشتركم فيه العام الحقيقي. اللي كاين هو أننا الحمد لله على هذا التضافر الجهود وهاد الاستماتة ديالنا لهاد العمل اللي الحمد لله تيرقي من المدن والقرى ديالنا. هناك كذلك هناك الحقيقة مجال كثير ما سويت، ولكن الآن نشوفوا النصف الممتلئ من الكأس باش نزيد مما القدرة ديالنا على الاستمرارية في هذا المرة الأخرى. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم سي العامل، وفي النهاية غادي نشعر واحد بيئة بلقية ولا وإخلاص لصاحب جلالة الملك محمد الثالث. نسأل الله باسمكم باسم السيدة رئيسة المجلس. ديوان الملكي الرباط، برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله مولاي صاحب الجلالة. السلام على المقام العالي لله. تتشرف خديمة الأعتاب الشريفة رئيسة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للكناس صلاة عن نفسها ونيابة عن أعضاء المجلس الإداري وكافة المستخدمين العالمين للوكالة الحضرية للكناس بعد تقديم فروض الطاعة والولاء، أن تغتني بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري في دورته 18 لترفع إلى السدة العالية بالله أسماء آيات الولاء والإخلاص وأغلى مشاغل التعلق والوفاء، مؤكدة لجنابكم الشريف تجند أسرة الوكالة الحضرية للكناس تحت قيادتكم الرشيدة للوقوف وراء جلالتكم صفا مترصا للمساهمة في مواكبة خطواتكم المباركة للتشييد والبناء، والسعي دوما لتحقيق ما تصبون إليه وترضونه لبلدكم الأمين من رقي وازدهار. إن قدامكم الأوفياء يا مولاي رئيسة وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية للكناس، وهم يتكبون على تقييم ما تم إنجازه وتهيئ برامج العمل المستقبلية، يستحضرون بكل إجلال وتقدير توجيهاتكم النيرة التي تمثل نبراسا به يهتدون للوصول إلى الغاية السامية لبرورة النهضة العمرانية وفق استراتيجية التنمية المجالية المنشودة في ميدان إعداد التراب والتأمين والإسكان وسياسة المدينة. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصحة أمجاده وراعيا لنهضته العمرانية والحضارية، وأقر عليكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير الجليل الأميرة الجليلة الغلة خديجة، وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه السميع المجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. خديمة الأعتاب الشريفة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتأمين والإسكان وسياسة المدينة رئيسة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للكناس وحرر للكناس في تاريخ 11 رمضان 1443 موافق 13 أبريل 2022.